سلام باللغة الملاغاسية، ما بمزح. اللغة الملاغاسية تستخدم كلمة سلام كتحية لأنها ممتدة من اللغة العربية. هذه الكلمة أهل مدغشقر بتكلموا زي ما حكينا اللغة الملاغاسية. اللغة الملاغاسية هي عبارة عن تجميع من عدة لغات، زي ما حكينا أنهم في 40% منهم ماليزيين، في حوالي 15% مسلمين، في من أفريقيا، فاللغة السواحلية داخلة اللغة الماليزية، طبعا اللغة الإنجليزية لأنه احتلوهم الإنجليز وبعدها احتلوهم الفرنسيين فإلها تأثير، لكن اللغة العربية إلها تأثير قوي، بحيث أنه حتى الأحرف اللي كانوا يكتبوها، طريقة الكتابة كانت باللغة العربية، إلى أن جاء الإنجليز وغيروا الأحرف هاي للأحرف اللاتينية، والفرنسيين بعدهم طبعا زودوا أو شددوا هذه الطريقة. الآن اللغة الملاغاسية لسه بتعتمد على كثير من الكلمات العربية، مثلا أيام الأسبوع كلها بتحكيها بالعربي، الأرقام بالماليزي، فهي خربط. أهل مدغشقر معظمهم بيحكوا اللغة الملاغاسية، بتعلموها في المدارس، جزء كبير منهم بتكلم اللغة الفرنسية، والقليلة منهم بتكلم اللغة الإنجليزية، الأماكن السياحية، الفنادق، هاي الأماكن اللي بتكلموا إنجليزية. يعطيكم العافية من مدغشقر.